ما قصرنا مع دامر 9 شهور. ايوه 9. هو كان عندنا فرس حامله بس نسيت كم. 4 شهور. صدقني لو اعرف اقول لك. مويه بارده بس عشان اني معي قهوه. قهوه. ان شاء الله يا بطل. ترى ايش فيك متوتر يا عبد العزيز؟ عشان تستمتعون. يا هلا والله، مساكم الله بالخير، اخباركم علومكم ان شاء الله طيبين. اليوم فلوك بطوله في ابها، نرجع للفلوكات القديمه والحماس، العدد كبير، فالهم التوفيق ان شاء الله. طبعا انا اليوم داخل زامر لاست في كل الاشواط، معنا الكابتن. شكرا. ان شاء الله سيدي ابو توفيق على الفرسان كلهم، يا ربي وربي يجيبهم سلامات ان شاء الله. فالان شوط 16 تونا داخلين، بنحفظ الكورس وعنا التوفيق. مودي ابو سامر تبغى تشارك معي؟ يلا ابشر. طبعا يا شباب بحاول اخلي اليوم فلوق وبكره فلوق، اليوم الجمعه ويوم السبت برضه فلوق. طبعا شاجع بكره مشارك في المبتدئين اول بطوله له، وعلى التوفيق ان شاء الله. هذاك 7 وهذا 8. ثمانية نحاول نلفينا في الوسط في النص، يعني ما اقفز في النص، اقفز من هنا من اخر شيء، حبنا واللي عندي مساحه للدائره. تمام، يعني اقفز من اخر اليمين عشان اقدر انزل واختصر على 9. ما يبغى يسلم. واحد ثاني، واحد ثاني، ايش حالك؟ نحمد الله نشكر اخبارك. ايش انك مشارك 16؟ لا ليش؟ تكبر علينا البزر. يعني اني كبير اعرف بخلي طويل الفلوق لمده يومين عشان تستمتعون. احنا نلبس البوت. ايش بوتك انت؟ انت مشارك صاحي انت. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذه حقة تنظف البوت. جني هدر. قد نظفتها خلاص. لا. البس الكرفتة. طبعا يا شباب الله يذكر الكابتن مازن بالخير. ربطها لي لاني والله صدق اني اتلخبط. ما اربطها. ف يعني من الموسم الاول الى الان باقي الربطه موجوده. قال ميدي صدقني هذه تخليها لك تجلس موسم كامل. أبا والله صادق. شو أوصلت معك؟ كيف تشارك معي يا حبيبي؟ ألا أسأل فرسان؟ أصل الأمانة ما في سؤال يعني فرسان حاليا. فبروح استشير ناس أفهم مني في المجال، يعطونا أسئلة فيها شوي متعة برضه سهلة يعني أفهم على الجميع. يلا ركب المحماز، يلا بنعيشكم ذا الفلوق كل شيء كأنك مشارك انت يا مشاهد. كذا احس بحزنة، باقي الجلوفز واخر شيء. شوف الكاميرا كل شوي تطلع فوق. شد مويه ولا ايش؟ مويه باردة بس عشان اني معي قهوة. قهوة. مشارك؟ ان شاء الله. فالك التوفيق ان شاء الله. جاهز أوف. يعني جاهز بس حط ملابس وركب على طول. الله يوفقك ان شاء الله. قاعدين؟ متوتر؟ ايش فيك متوتر يا عبد العزيز؟ عبد العزيز. طبعا استشرنا الفارس الاولمبي عن سؤال فرسان، اعطانا السؤال. يعطيك الف عافيه. اول واحد باسله ولدك حسن. يعطيك العافيه. عيال ترى مويه مويه مويه. بالتوفيق. كذا اخترنا السؤال يا شباب. السؤال يقول كم يحب للفارس، لا دقيقة، يقول كم يحب والله نسيته. يقول ايش قال؟ 2000 years later. يقول كم يحب للمصمم وضع الدبل في شوط الجوكر. شوط الجوكر ما يكون فيه دبل، ما يكون فيه حاجز مركب. ايوه ايش تقول؟ شوف المشاكل الفادحة، الاغلاط، الكوارث. شوف الكوارث ايوه اللي حاصله. ده انت كل المعلومات عرفت عشان استفيد. ما في يا مشي. السلام عليكم فارس. كم يحق للمصمم وضع دبل في شوط الجوكر؟ 6. 6 دبلات. دبل في شوط الجوكر. ما في دبل في شوط الجوكر. صح، يعطيك الف عافيه. كم يحق للمصمم وضع دبل في شوط الجوكر؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. كم يحق للمصمم وضع دبل في شوط الجوكر؟ وش ايش تبغى انت؟ ايش تبغى؟ واسمع ساعه عشان. 6. 6؟ 6 يعني دبلات في شوط الجوكر. 6 دبلات في الاجابه خطا. وش خطا؟ وش دراك انت؟ الكورس كامل دبلات.
والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. يعطيك الف عافيه. نوجه سؤال له. تعال تعال تعال. انت اسمح انت سؤال. كابتن وش كم كم دب؟ ما في كم؟ دبلين. دبلين. يعطيك الف عافيه. وغلط. دبلين. دبلين. انت يا كابتن. كم يحق للمصمم وضع دبل في شوط الجوكر؟ ما في دبل. وانت دبلين. دبلين معنا دبلين يعني واحد او اثنين او ممكن ما يحط عادي يعني هو اعلى حد اثنين. اثنين يعطيك العافيه. صح عليك ما في دبل في شوط الجوكر. حظوها تك. محظوظ. ايه لا لا ما يحتاج. بسم الله ركبنا البطل. شوف الاجواء كيف تغيرت. فارس مشرف المشرف بأربع نقاط تجهيز القفز بزمن 25.83. سوف نتوقف حتى يتوقف المطر. إن شاء الله يا المطر. أول ما جاء شوطي على طول أمطر. حدثني عن الأجواء. حدثني. ما شاء الله تبارك الله. ما سامح. الحمد لله. إن شاء الله. يلا تجعل أمطر خير. طبعا ما قصرنا مع دامر. سوينا فقرات حلوه وشوط كان جميل جدا يا شباب. ما تعني الكلام. والله جيد. مرج الله. شوف البرد. مطر شوف شوف. ما تجي فارس مصور. ما تجي تعال صور صوره. والله ما ادري اشياء صغيره شويه حركات شعري غلط. جبهتي كبيره شوك تدري. ارسلينا عزوز. ارسلينا طيب يا شيخ. توزع رفطار صايم صح؟ اي احنا نوزع رفطار صايم. لا بجامد. تقدر تحط لايك ولا لا؟ ولا بس تشوف وتطلع؟ لا يا ويلك. اشتراك واطلع بس. كفو. جاهز بكره؟ جاهزين. يلا هاك توفيق. انتظروا الفلوق اللي بعد ذا بطوله شاجر. كم يحق المصمم وضع دبل في شوط الجوكر؟ ثلاث دبلات. اخر كلام؟ متاكد؟ ماني متاكد. طيب ثلاثه اثنين واحد. ما في دبل. ما في دبل. نعم. قل انت له شيء. قلت شيء. صح عليك. يعطيك الف عافيه. وخبره سنين. السلام عليكم فارس. ارحب. الله يبقيك. كم يحق المصمم وضع دبل في شوط الجوكر؟ اربعه. اي اخر جواب. اربعه. متاكد؟ ايوه. شو رايك؟ والله ما قلت شيء. اربعه. خطا. خلاص. بعطيك سؤال اسهل. ها. كم مدة حمل الحصان؟ كم شهور يحمل؟ تسعة. تسعة شهور؟ ايوه. تسعة. تسعة اخر جواب. تسعة. حصان ما يحمل. كان احنا نكتب على الارض ونحفظ. اي دحين نحفظ. اي الحين بس كذا على طول. بالعقل. بالعقل شوف. واحد اثنين ثلاثة على طول. بس غمض. سبعة. غمض طيب ايش فيك غمض؟ تسعة 10 11 12. كفو بابا. السلام عليكم فارسنا. سلام ورحمة الله. يلا. كم يحق للمصمم وضع دبل في شوط الجوكر؟ لا إجابة. يا شباب
انا الوحيد اللي في شوطي جاء فيه مطر. يعني تخيلوا اول ما دخلت بزامر على طول امطرت. يعني كانوا مدارين يوم قد احنا بناخذ الاول. ف صدق والله لا صدق والله ابشر ابشر قال ما يخلي التصوير وركب. السلام يا ابو فارس. بس واحده باقي حمي مفتوح واحد الحمد لله ما قصرنا مع زامر. شباب مين مشارك بكرة؟ أنا. كلكم؟ لا أنا بس. أنت شارك؟ أنا مبتدئين أول مرة. كم مدة؟ شوي ابعدوا قلنا ابعدوا. كم مدة حمل الحصان؟ كم شهور؟ شهر. إيه يعطيك العافية. سبع سبع شهور متأكد؟ يعطيك العافية. عليكم هرسنا. عليكم. سؤالنا يقول كم مدة حمل الحصان؟ سبع شهور. سبع شهور؟ متأكد؟ ولا تسعة. لا هذا انسان. أربعة. آخر إجابة. آخر إجابة. هو كان عندنا فرس حاملة بس نسيت كم. أربع شهور. أربع شهور. أي. يعطيك العافية. يلا ابو حسين المبروك الفايز حسن عبد العزيز الثاني. حسن المبروك المبروك عبد العزيز. الان شوط مفتوح اثنين طبعا داخل عليها انا لاست ارتفاع متر وعشرة. فانا التوفيق يا كابتن. ان شاء الله ابو التوفيق يا رب. ان شاء الله. شوف هذا الشوط ما راح اقصه كابتن، ما راح اسوي اي شيء، بطلع كلير. حاب نسوي كلير عشان شوط بكره. والله بتحب الريح والحصان اساس احنا شغل هذا صحيح تمرين لنقدرنا من البطولات تقريبا لنا ثلاثة شهور. ايوه عكس الشباب كان عندهم ثلاث بطولات ورا بعض يعني كل اسبوع، وهذه ثالث بطوله لهم. هذا الشوط بدخل انظم الخيل، ما راح اختصر، احاول اني اطلع كلير وهذا اهم شيء. يلا فن التوفيق ان شاء الله. تمام انا راضي على اشواطي اللي قدمتها اليوم. صح لي ما حققت نتيجة ولكن لي دخلت يعني كذا تمشيت. لا ما بتمشيت يعني نكسب خبره وغير كذا استفدت. والله نستمع طبعا جالس اكل فطاير ولا استبا. بسم الله خلاص ما اقدر اصور بالجوال. امسك اسامح اصور بالجوبرو لان الشوط الاخير. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم يا شباب. علي في تسكين مشرف وشوط اخير ان شاء الله خوش وسيدوا يا شباب عشان نجي المركز الاول. اكسر يعطيك العافيه.
الحمد لله على كل حال. طبعا الحمد لله هذه البطولة ما حققنا شيء، لكن الحمد لله تقريبا لها 3 شهور ما قد شاركت، فالحمد لله راضي. طبعا كلها لطشت في زامر، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله باقي بكرة عندنا الشوط العادي، فان التوفيق. باين انك جبنت العيد في هذا وجالس تعور. يا شرف ما قصرت، انا نروح نبرد على الشيخ وبس. كذا يا شباب وصلنا الى نهاية الفلوق، لا تنسونا من لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه.